اسبوع، ايه اللي حصل خلال الاسبوع والامور اللي حصل سياسيا اقتصاديا رياضيا اي شيء داخل البلد او في منطقه الخليج او على مستوى العالم بالكامل. هنتكلم بالتفاصيل النهارده على حاجات مهمه جدا. هنتكلم على صفقه القرن، الناس كتير قوي علقت عليها الفتره الاخيره، وللاسف الشديد المعلومات غير صحيحه على عند مجموعه كتير جدا. اولا برضه من الاعلاميين قولوا صفقه القرن الامريكيه الاسرائيليه، يبقى ده اول حاجه تتقال، صفقه القرن عباره عن صفقه القرن الامريكيه الاسرائيليه، دي مبدا شغال عليه. الشغل المبدا الثاني اللي بيكلموا على بيع الوطن والكلام الفارغ ده، اللي باع الوطن حقيقي كان محمد مرسي وجماعته من خلال قطر وتركيا، وبنتكلم عليها في كل حلقه. صفقه القرن دي يعني عايزين سيناء فلسطين يروحوا فيها، غزه كلها هتبقى تبع اسرائيل، المسجد الاقصى مش تبع المسلمين نهائي، المسيحيين ما لهمش اي حقوق فيها الا اليهود فقط لا غير. ده صفقه القرن من ضمنها الموضوع ده. مصر 11 مايو رفضت هذه صفقه القرن، الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه انكر ورفض هذه الصفقه. تاني حاجه عندنا قريب قوي حصل الموضوع ده، تنازل طلبوا من الرئيس يتنازل عن 1600 كيلومتر في سيناء مقابل 80 مليار دولار. طبعا الرئيس راجل وطني، راجل عسكري، انقذ مصر 30 يونيو فرفض رفض تام. طب ده معناه ايه؟ ده معناه الضغوط الاقتصاديه هتزيد. انا مش بتشائم الناس ولا اي حاجه، ولكن هيبدا الغرب والامريكان يضغطوا عليك اكتر اقتصاديا. بالسياحه بقى، بعدم تبادل المشاريع، مستثمرين اللي احنا للاسف اي مستثمر عربي بيجي بنحاربه دلوقتي وهنتكلم عليها النهارده. الاستثمار الرياضي في غايه الاهميه لتغيير شكل الدوري المصري، ويبدا يرتقي بمنتخب مصر، يبقى منتخب قوي. في امور كتير قوي لازم الناس تقبلها منها، ان احنا زي ما اتفقنا الاغلبيه العظمى من كلام الفيسبوك خطا. فدلوقتي اللي طالع اليومين دول يتكلم لك صفقه القرن وانا مش عارف ايه، وطبعا ده تاثير مين؟ الجزيره، قنوات الاخوانيه المعروفه، وبعض القنوات القطريه بيتكلموا على، وطبعا السوشيال ميديا والاخبار المموله من الخارج. وهنتكلم برضه عن بعض المواقع الموجوده اللي بتاخد تمويل من الخارج، وهنقول بعض الاسماء في فقرة تانية مهمه جدا عن بعض رجال الاعمال والناس اللي بتستغل سمعتها واسمها وهم اصلا تابع للاخوان الارهابيين. في كوارث، في بلاوي موجوده، في فساد موجود، في خونه موجودين، فتره ال 2011 حطوها في دماغكم قوي الحته دي، من 2011 لحد 2013 تم زرع كميه خونه داخل البلد غير عاديه. اتحضرت من امتى؟ من الثمانينات. بدات تبقى اكتر نضوجا، اكتر تحرك 2004 2005. على ارض الواقع من 2011 بدل عندنا خونه، دراسه كامله ازاي يعملوا بلبله في البلد، ازاي يطلعوا اشاعات كاذبه، ازاي يطلعوا اسوأ ما في البلد، هم دول افكارهم. اي دوله في العالم، اي دوله في العالم شعبها بيرتقي بيها، بيرفض اي انتقادات سلبيه، دايما بيقول لا في ايجابيات، في عندنا حاجات كويسه، في امن وامان، في 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 لا، زرع جوانا الغضب، زرع جوانا اللي احنا دايما نقول اسوأ ما في البلد واسوأ ما فينا، علشان فاكرين كده ان دي اسمها الذكاء والنضوج والفكر، ده اسمه الغباء والهطل. ليه بقى؟ لما انا بتكلم على اسوأ ما فيه بدي احباط 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 احباط، وبنشوف نتيجته دلوقتي. في ناس كتير جدا عندها احباط من لا شيء. وبرضه بقول لكم كل حلقه نسينا كلمه الحمد لله. فدايما نقول الحمد لله، دايما في حاجه حضرتك. تمام. ده اللي بتكلم فيه. بتكلم برضه في جزئيه ثانيه، اللي بيتناقش معايا في صفقه القرن في اي حاجه بنقول له الدوله الوحيده، او من دول الوحيده، الدوله الوحيده بمعنى اصح اللي مهتمه بالقضيه الفلسطينيه هي مصر، رغم الاختلاف الموجود في اشقاق الموجود في فلسطين. داخلين واقعين مع بعض. رقم اثنين، مفيش رجل عسكري يبيع بلده.
هقول لك في راجل اخواني يبيع بلده، بس راجل عسكري يبيع بلده ما فيش الكلام ده، مش موجود على الخريطه. وقلت لكم ده انقذ مصر 30 يونيو، صدق ما صدقش انت حر، بس ده الواقع وده الحقيقه اللي هي مع الايام هتعرفها. نيجي بقى ناكد كلامنا، هيلاري كلينتون قالت ايه؟